مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين متابعين لاعب 12 والشرقية. يوم جديد ومتابعة رياضية جديدة، بالتأكيد نتمنى أنه يعني تحظى بمتابعتكم، وراح نبديها بعد الفاصل. أتمنى تظلوا ويانا. نادي الكرخ اللي بالتأكيد هو مثار حديث ومتابعة من المعنيين والمختصين. هذا النادي اللي هو بطل لألعاب مختلفة ويحقق حضور كبير بخارطة الرياضة العراقية. هذا النادي من شهور وإحنا بمتابعات باللاعب 12 بالشرقية، كنا مع النادي في مسألة وصوله إلى حالة صعبة جدا من الاستمرار والاستقرار. الفريق مهدد أنه يسد أبوابه، فريق متميز بكرة اليد بطل، بكرة السلة بطل، بكرة القدم أيضا حقق نتائج مميزة جدا، بألعاب أخرى مختلفة هو يتسيد الساحة الرياضية العراقية بألعاب كبيرة وكثيرة. لكن هذا الفريق نتيجة عدم وجود راعي رسمي لهذا الفريق. الوزارة تقول الآن، وإن شاء الله راح يكون بعد شوي معانا ممثل الوزارة، أنه إحنا ماكو أي اتفاق وعقد رعاية رسمي موثق بكتب وعقود بيننا وبين نادي الكرخ. ونادي الكرخ يقول إحنا مسؤولين من قبل الوزارة وهي اللي ترعى الفريق، وبالتالي واحد من الأندية الكبيرة بالرياضة العراقية مهدد بالحل وبغلق الأبواب. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم. حال صعب وأقرب ما يكون إلى المأساوي يعيشه نادي الكرخ منذ أكثر من موسمين ويزيد على ذلك. فعلى الرغم من تغيير اسمه من الرياضي إلى التربوي، وارتباطه مباشرة بوزارة التربية، وشمول جميع الموظفين بقضية الاستقطاع الشهري والتي لازالت مستمرة وسارية المفعول، إلا أن النادي لم يستلم دينارا واحدا من الوزارة ويعيش اليوم في وضع لا يحسد عليه مع الديون المتراكمة من الألعاب الرياضية المختلفة التي تمارس فيه. غياب الحلول والاصطدام بالواقع المر أمران زادا من مشاكل القلعة الصفراء، والتي تفكر في الاعتذار عن المشاركة في جميع البطولات، وهي التي حصلت على لقب الدوري في كرة السلة وكانت وصيفة للدوري في كرة اليد وبطلة للكأس، وتمتلك فريقا كرويا لطالما رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين، إضافة إلى الألعاب الفردية الأخرى كالملاكمة والجودو. وسينتظر الجميع الأيام القادمة علها تأتي بحل ناجع أو يكون النادي خارج حسابات الرياضة، على الرغم من امتلاكه للأرضية النموذجية والبنية التحتية الجيدة والتي لا تتوفر في أندية أخرى. أزمة مالية خانقة يعاني منها نادي الكرخ، والإدارة تلوح بغلق النادي لأن وزارة التربية لم تفي بالوعود التي قطعتها منذ أكثر من عامين. ملعب الكرخ ببغداد، للاعب 12 زيد السراج. راح نحاول بحلقة اليوم نسمع كل وجهات النظر وكل الأطراف، نحاول نوصل للوزارة. عندنا اتفاق مع الوكيل الإداري للوزارة السيد علي الإبراهيمي، ويعني إن شاء الله يكون موجود ويانا عبر التلفون ونسمع رأي الوزارة وتوضيحات بخصوص هذا الموضوع، وأيضا رأي النادي أيضا راح نسمع. أولا نسمع رأي السيد شرار حيدر رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكرخ، وضع الفريق، حال الفريق، ومطالباتهم بحلول لإنقاذ بيت نادي الكرخ من الغلق. نتابع شرار حيدر. يعني الحقيقة البلد هو ما يتحمل مظاهرات، البلد ما يتحمل. احنا مشكلتنا نادي الكرخ الوحيدة بين أندية المؤسسات، يعني مدى نعرف شنو يعني الموضوع شنو. صار سنتين ما منطين ولا فلس، ديون على وزارة التربية 4.5 مليارات، دزوا لجان واللجان كتبت تقارير وكملت وصوتت هيئة الرأي ولجنة الصندوق التربية. الحقيقة السيد وزير التربية يعني ممتاز جدا، يعني
موقف الآن ممتاز جدا بعد ما فهم الحقيقة، لأن كانوا موصلين لمعلومات مو صحيحة. بس هذا أخذ من عندنا سنتين. احنا اليوم أنا أعلن يعني رسمي إذا الوزارة التربية منطتنا ديون اللاعبين وحقوقهم يعني خلال هذا الشهر أو يعني قبل الموسم، احنا راح نسوي مؤتمر صحفي وراح ندسكوت بالاتحادات، وما راح نشارك في دوري كرة القدم الموسم المقبل، وفي دوري كرة اليد، وفي دوري كرة السلة، بالرغم من أن احنا أبطال العراق سلة، أبطال كأس العراق يد، وثاني الدوري، يعني عندنا بطولات خارجية عربية بالسلة وباليد، ولكن كهيئة إدارية أولويتها أنه تحافظ على مصداقيتها قدام اللاعبين وقدام الوسط الرياضي. يعني نقعد سنة كاملة نسد أبواب النادي، ولكن نحاول نوفي ديون اللاعبين والمدربين حقيقة. وهذا السبب كله في وزارة التربية. يعني اليوم وزارة النقل، سيد وزير النقل أمر بإيفاء ديون نادي الزوراء. زين، الأندية المؤسسات، أندية النفط، كلها تأخذ ميزانيات ثابتة. أندية وزارة الداخلية، أندية الكهرباء، أندية الصناعة، كل الأندية المؤسسات. يعني ما أعرف الكراهية على نادي الكرخ شنو. مع العلم أفضل نادي في العراق، سواء في الاستفتاء أحد الصحف أو في تقييم وزارة الشباب والرياضة. نادي فاتح أبوابه للجميع، منشآته ممتازة، من تحس بي تحس أنه أنت في ناديك. فما أعرف يعني إذا هو السبب أني، فأنا أطلع هيجي غيري، ماكو مشكلة. ولكن هذا الخيار قدام يعني الهيئة الإدارية، أنه نعلن أنه عدم مشاركتنا في بطولات العراق، يعني الكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة، لأن لابد إحنا صادقين قدام الناس وقدام اللاعبين، وسمعة النادي ممتازة، وما ممكن نقبل تلمس سمعة النادي، يعني لا وزارة التربية ولا غيرها تقدر تمس. فمن شارك في البطولات، ونبعث كتب للاتحادات حتى نحافظ على مواقعنا ونوفي ديون اللاعبين والمدربين. كابتن، إن شاء الله ما توصلنا هالمرحلة، وشكرا جزيلا. والله قريبا نوصل، يعني لأن صار سنتين، إحنا سنتين يعني فقط بالمعاملات الإدارية، وسلميا مع العلم عندهم حقوق كل اللاعبين موقعين في وزارة التربية ودافعين رسوم. سيد سمير الموسوي، مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية، سعداء جدا دائما بتواجدك ويانا، تشرفنا، والآن أنت ضيفنا عبر التليفون. ويعني سمعنا الكابتن شرار حيدر قبل شوية يقول إحنا قريبين جدا من إعلان غلق أبواب النادي، وهذا الكلام صار له يعني فترة بسيطة، ما أعرف شنو الاستجد أو شنو يعني مدى اقترابكم فعلا من أنه تعلنون انسحاب نادي الكرخ من كل المسابقات على خلفية الوضع المادي السيء اللي تمرون به. السلام عليكم أستاذ جيان، وعلى جميع مشاهدي برنامجك هذا البرنامج الرائع. الله يسلمك. طبعا مثل ما ذكر الكابتن، الله يبارك فيك، مثل ما ذكر الكابتن جرار حيدر، انه النادي وصل الى حافة الافلاس بشكل كبير جدا، نتيجة انه المديونية اللي على النادي نتيجة الوعود اللي قطعت سابقا من قبل وزارة التربية بتسديد ما بذمتها للاعبين والمدربين والإداريين اللي موجودين في النادي، وحسب العقود المصدقة والمبرمة في داخل وزارة التربية. طيب. طبعاً من المفارقات أنه وزارة التربية كانت تأخذ نسبة من العقود، يعني ضريبة. هذه الضريبة كانت تقطع من عقود اللاعبين وتدفع مباشرة من قبل اللاعبين بعد توقيع العقد، بدون أن يكون اللاعب قد استلم ولا يعني أي مبلغ. زين. وبالتالي اللاعبين أوفوا بالتزاماتهم، دفعوا المبالغ اللي مطلوبة منهم، لكن وزارة التربية تماطل تماطل وهاي المبالغ احنا ما رايديها، هي مبالغ مخصصة للاعبين وللمدربين. يعني سيد سمير، خليني بس افتهم هذه النقطة انا والاصدقاء المشاهدين. يعني اللاعب نادي الكرخ من كان يوقع لفريق نادي الكرخ كان يستقطع من عنده مبلغ ضريبة، يستقطع من العقد، وهذا الاستقطاع وين يروح؟ يروح للوزارة؟ نعم، هاي المبالغ سددت الى الوزارة بوصولات موجودة من قبل اللاعبين قبل ان يستلمون اي مبلغ. على يعني اللاعبين دفعوا من جيبهم التربية. نعم، لانه هي نسبه من عقود اللاعبين، اعتقد 3% من عقود اللاعبين تدفع كضريبه الى وزاره التربيه، هذا ما معمول به. نعم. اللاعبين دفعوا المستحقات
يعني دفعوا هاي المبالغ على امل انه يستحصلون المبالغ الخاصه بهم نتيجه العقود التي صدقت في داخل وزاره التربيه من قبل كاتب عدل الوزاره. هاي العقود موجوده لتخبيئها بالنادي، موقعه من قبل كاتب عدل الوزاره السابق وزاره التربيه، وايضا موقعه من قبل الكابتن شرار حيدر بصفته وكيلا عن وزير التربيه، موجود توكيل رسمي من قبل الوزاره وزير التربيه بتوقيع العقود الخاصه باللاعبين. فبهذا انه جميع العقود هي عقود موقعه من قبل وزاره التربيه ومصادقه من قبل وزاره التربيه. لكن اعتقد انه وزاره التربيه يعني ما اوفت في اي التزام على نادي الكرخ خلال الفتره الماضيه نتيجه وجود شكوك في داخل الوزاره تعرقل هذه العمليه، تعرقل عمليه تسديد المبالغ. زين الان ما صار شيء جديد سيد سمير؟ الان ماكو شيء جديد صار؟ يعني من ايام اكو مطالبات بالاعلام، واكيد انتم متوجهين للوزاره وتعملون معاها، واكو اتصالات، اكو شيء جديد صار ممكن يعني يبعث الامل نقول؟ نعم. اللاعبين قاموا يعني توجهوا الى وزاره التربيه على انه يقومون بمظاهره امام باب الوزاره. نعم. لكن جانا يعني تاكيد على انه السيد الوزير سوف يلتقي بالهيئه الاداريه للنادي والمتخصصين بالشان المالي اللي في داخل النادي. طيب. بالفعل عقد هذا اللقاء، وكان لقاء وايضا مدير عام الدائره الماليه وحضور الوزير واعضاء الهيئه الاداريه للنادي، وتم الاتفاق على انه كل الامور سوف تحل وتتطور. ايش وقت؟ المبالغ المستقطعه من قبل الموظفين هذا قبل حوالي شهرين او شهرين ونص. طلعت ويانا انت كنت موجود ويانا سيد سمير، كنت موجود ويانا، وايضا التقينا يعني بالتليفون بممثل الوزاره وقال انه الامور شفنا لها تخريجه واكو تبويب قانوني لها وهم ما صار شيء، صحيح؟ نعم هو ما صار بعدها اي شيء. طالبنا طبعا الوزاره في وقتها يعني قالت احنا راح نسوي لجنه لتدقيق حسابات داخل النادي شو كيف صرفت، وبالفعل اجت في لجنه وقعدت حوالي اسبوعين، لجنه مكونه تقريبا من 10 اشخاص وامر اداري، ودققت جميع حسابات النادي وطلعت عليها وشفت التقرير على ما وصفه انه التقرير كان ايجابي جدا، انه كل الاجراءات اللي موجوده في النادي اجراءات سليمه ما يشوفها اي شيء. لكن بعد تقرير اللجنه اللي هم كانوا يعني يوعدونا انه في حاله اللجنه تقدم تقريرها ويكون تقرير ايجابي راح يتم صرف المبالغ، لانه المبالغ هي اصلا موجوده في وزاره التربيه نتيجه الاستقطاعات اللي تستقطع من قبل الموظفين والمعلمين والمدرسين زين بمقدار 1000 دينار، جزء من هذا ال 1000 دينار هي الى نادي زين. سيد سمير سيد سمير هذه النقطة سيد سمير بس لو تسمح لي، هذه النقطة مهمة جدا وخلينا نوقف عندها. احنا يعني حتى نسمع كل الأطراف، اتصلنا بوزارة التربية، وصلنا للسيد علي الإبراهيمي اللي هو الوكيل الإداري لوزارة التربية، ويعني هو إن شاء الله راح يكون موجود ويانا حتى نسمع هذا الكلام من عنده، لكن احنا نتصل به مغلق تليفونه، وبالتالي أنا بكل أمانة راح اقول لك الكلام اللي قال لي اياه من لما كنا نتفق على الاتصال على اللقاء واوصله لك. يقول اداره نادي الكرخ تعاملت مع موضوع الاستقطاعات مبلغ يمكن 2000 دينار او 1000 دينار من كل معلم، صح ولا لا كابتن؟ نعم. اي مبلغ الاستقطاعات، يقول احنا ماكو اتفاق بيننا وبين اداره نادي الكرخ على هذا المبلغ، احنا هذا الاستقطاع من رواتب المعلمين ويذهب الى التدريسيين والمعلمين بالوزاره اللي تصادفهم مشاكل ويوزع، بس اسمح لي خليني اكمل، ويوزع توزع عندما ينجمع مبلغ 50 مليون دينار ينجمع، من يصير 50 مليون دينار؟ ينجمع ويروح لواحد من التدريسيين او الموظفين او المعلمين المحتاجين، وبالتالي ماكو اتفاق انه هاي الاستقطاعات تروح لنادي الكرخ، واداره نادي الكرخ فاهمه الموضوع بشكل خاطئ جدا. استاذ يا ريت طبعا اريد جواب. استاذ العزيز، احنا
جلسنا مع وزارة التربية. نعم. من لجنة مكلفة من وزارة التربية في داخل وزارة التربية. نعم. من وزارة التربية مدير مكتب الوزير السيد استغفر الله يعني ما يحضرنا اسمه. نعم. مدير مكتب الوزير المفتش العام مدير عام الدائرة المالية وإحنا من قرار حيدر. نعم. والأستاذ كريم حمادي وأني أني ومديرة الحسابات في النادي. جلسنا جلسة لمدة 4 ساعات طلعنا بنتيجة اجتماع أنه تستقطع مبلغ 1000 دينار تحول إلى النادي. هذا موجود التقرير موقع من الجميع. موجود عندنا في داخل النادي وإذا تريد أنا أقدر باشر أحول لك إياه. يا ريت يا ريت يا ريت سيد سمير. يعني أكو اتفاق أكو اتفاق محرر أكو اتفاق محرر بينكم وبين الوزارة. أكو اتفاق وأكو يعني ما أعرف إذا هو بصيغة عقد ولا بصيغة اتفاق أو بيان مشترك ملزم للطرفين. الاجتماع تم في داخل الوزارة. زين. في مكتب المفتش العام بالوزارة. طيب. وأيضا ثاني يوم ذهبنا للوزارة قالوا مو المبلغ مو كله راح نعطيكم ريال 1000 دينار نعطيكم 40% من المبلغ. زين. قلنا مو مشكلة 40% إذا حسبناها على عدد المعلمين والمدرسين والفقراء جانب من المبالغ اللي بتحقق. طيب. لكن المفاجئ انه ذهبوا بينا الى اجتماع صندوق التربيه وايضا تمت الموافقه، لكن بالفتره الاخيره كانت هناك اصوات من داخل الوزاره تنادي بعدم دفع اي مبلغ الى نادي الكرخ، مع انه نادي الكرخ اوفى بجميع التزاماته بما فيها تغيير اسم النادي الى نادي الكرخ التربوي. الوزاره هي اللي ما اوفت لحد الان ما زال توفي بالتزاماتها للنادي. احنا اللي نحكيه عندنا ورق مثبت به، يعني احنا ما نحكيه عن هواء في كبد. اكيد. زين سيد سمير غير اللاعبين موجوده والاتفاقات موجوده. غير مساله الاستقطاعات من رواتب المعلمين اللي يعني الوزاره تقول احنا ماكو بيناتنا هيك اتفاق، على لسان السيد علي الابراهيمي هو قال لنا الوكيل الاداري بالاتصال ويا رب احنا نقدر نحصله او يفتح تليفونه حتى نسمع الكلام من عنده يكون الـ يعني يكون الموضوع بشكل اكثر وضوح. يعني اتفقنا معاه وغالق تليفونه الله اعلم، احنا يعني دائما نفترض حسن النيه. بالتالي يعني يقول انه هذا الاتفاق ما موجود، وحتى مساله الرعايه بشكل كامل من قبل الوزاره ونادي الكرخ ما مثبته باوراق وبعقود رسميه. ارتباط نادي الكرخ بموافقه مجلس الوزراء رئاسه مجلس الوزراء كتاب رسمي في وقت الوزير محمد سليم في رسمي وبكتاب رسمي من رئاسه الوزراء بالموافقه على ربط نادي الكرخ مع شلون يعني بتعوض اذا ما في اوراق رسميه شلون بتعوض مبلغ حوالي 3 مليار الى 4 مليار في السنوات السابقه الى نادي الكرخ. يقول السيد علي الابراهيمي سيد سمير السيد علي الابراهيمي يقول بعهد السيد الوزير السابق يقول دفعنا لنادي الكرخ 1,700,000,000 وقلنا لهم هذه سدوا بيها اموركم واحنا بعد ما نقدر نتحمل تكاليف التعاقدات، تكاليف ادارات الانديه، مصاريف النادي، احنا هذه اللي احنا عندنا واحنا بعد ما نقدر يعني نتكفل بيها. ما اعرف يعني مدى صحه هالكلام او الطرح السيد سمير. والله الظاهر الاستاذ علي الابراهيم ما يعرف حيثيات الموضوع ولا ما ناقشه بشكل صحيح. احنا عندنا اوراق رسميه تثبت انه خلال الفتره الماضيه يعني حتى هذا الاجتماع اللي عقد تقريبا قبل يعني 10 اشهر على الاتفاق اللي تم وعندنا في ورق موقع من الجميع بما فيه المفتش العام بما فيه مدير عام الدائره الماليه والاداريه ومدير مكتب الوزير وايضا من قبل اللجنه المخصصه من قبلنا. هذا تم الاتفاق عليه بشكل رسمي وايضا بعد السيد الوزير من اجتماع لنا قبل حوالي شهرين ونص وعدنا خيرا بانه تصرف كل المبالغ المخصصه للنادي. يمكن ما اعرف معالي الوزير متى يعرف اكو ماكو ورق رسمي باستضافه النادي هذا ما اعرف الكلام. اذا احنا نستمع الى السيد الوزير اللي دفعت لنا مبالغ ونقول السيد علي ابراهيم انه الارتباط ما في شيء رسمي كم دفعت حتى المبلغ لو قال 1,700,000,000 يعني استاذ الكلام نعم. هل بالامكان انه الوزاره تدفع 1,700,000,000 بدون ان يكون ورق رسمي في
يبني ارتباط النادي بالوزارة؟ لا طبعاً أكيد. أنا أعرف أنه عندما يكون الأوراق رسمية تدفع المبالغ لأنه هذا يغطيها قانونياً. أما مسألة أنه أنا والله طيب جيت أدفع وهذا هو هذا ما فيه شيء ولا يمكن أن يكون أكو شيء بالعمل الإداري أو العمل المالي في كل المؤسسات. طيب إحنا يعني هو بالتأكيد راح يسمعك اليوم وزارة التربية راح يسمعوك إن شاء الله ويعني ننتظر من عندهم يعني الرد لكن إلى أن نسمع الرد من عندهم بشكل واضح وصريح. سيد سمير شنو يعني الخطوة اللي ببالكم أنتم كإدارة نادي الكرخ خطوة جاية يعني ما أعرف إيش راح تسوون راح تسدون النادي بلغتوا الاتحادات إنه ماكو نادي الكرخ ما يشارك الموسم الجاي شنو التصرف؟ والله أستاذ العزيز هذا ما تم الاتفاق عليه يمكن يصاب بالقرار باللقاء اللي كان معقد من شويه تصريحه انه الهيئه الاداريه قررت يعني ايقاف النشاط الرياضي للسنه الحاليه وعدم اجراء اي عقود مع اللاعبين لانه نادي الكرخ من الانديه اللي دائما توفي بوعودها وتوفي بالتزاماتها للاعبين. المبالغ اللي تتحصل انه عن طريق ما موجود عندنا من محلات او البناية اللي موجودة أو ملحقة بالنادي راح تأخذ هذه الأموال وتوزع على اللاعبين ولو جزء يسير من عقودهم حتى يعني لازم بلغتوا بشكل رسمي يعني ما بدنا في النادي لازم عليه يسدد. سيد سمير بلغتوا الاتحادات بلغتوا الاتحادات بكتب رسمية إنه نادي الكرخ الموسم الجاي ما عنده أي مشاركة بأي فريق رياضي؟ يعني مثل ما يعني احنا بالنسبه لنا لحد الان ما اجرى مع القطاع لكن في الايام القادمه يعني احنا اتخذنا هذا القرار انه في حاله عدم وفاء الوزاره في التزاماتها سوف نغلق النادي. ليش وقت راح تنتظرون؟ ابلاغ الاتحاد. ليش وقت راح تنتظرون سيد سمير؟ ليش وقت راح تنتظرون؟ والله احنا بالنسبه لنا والله هذا ما قررها الاداريه بس اعتقد انها الفتره ما تصير يعني مو اكثر من 11 ايام او 15 يوم اذا ما صار عندي هذا الموضوع راح نذهب الى ان نبلغ الاتحادات بنقاط مشاركاتنا للموسم القادم. هذا ما يعني لا نتمناه احنا سيد سمير. نادي الكرخ عزيز علينا جدا بتاريخه بانجازاته وبمنشاته وبادارته ولاعبيه. احنا هم ما نتمنى احنا كهيئه اداريه يعز علينا انه النادي يتوقف نشاطه وخاصه النادي من الانديه المنجزه بالالعاب طبعا الالعاب اللي موجوده يعني فريق كره القدم يلعب في الدوري الممتاز وفريق كره السله هو بطل الدوري وفريق فريق اليد هو اول الكاس وثاني الدوري وايضا الفرق الباقيه اللي هي الجوده وسيتنظر المراكمه دائما ما تكون بالمراتب المتقدمه الاولى او اول او ثاني او ثالث في نشاطات البطولات الاتحادات الرياضيه. ان شاء الله ايقاف النشاط اعتقد راح تضر بعدد كبير من الرياضيين واحنا هذا ما نتمنى ان شاء الله ما نتمنى انه يصير هذا الشيء وانما امسك الاداره بالتزاماتها حتى يبقى نادي الكرخ مثل ما موجود. هذا اللي نريده وهذا اللي نتمناه انه يعني يعني اولا الان الوزاره ترد على كلام اداره نادي الكرخ ممثله بالسيد سمير الموسوي الامين المالي ويعني تصير اكو تفاهمات تصير اكو جلسات تنحل بها الامور لان اللي اذا صار اللي صار بنادي الكرخ راح يكون بدايه ل يعني تجارب اخرى شبيهه اي نادي راح المؤسسه تتخلى عنه راح تتركه راح يقفل بيبانه ويبلغ الاتحادات ويقول لهم احنا ما عندنا مشاركات الموسم الجاي لان ما عندنا فلوس لان الوزاره المعينه المؤسسه المعينه الدائره المعينه ما وفت بوعودها والتزاماتها ويانا بالتالي الان الوزاره مطالبه برد واضح. قلنا السيد علي الابراهيمي يعني بحديث خاص معاه قال انه إدارة نادي الكرخ تعاملت مع موضوع الدعم بشكل خاطئ وغير صحيح وإحنا غير ملزمين تماما وفهمنا إدارة نادي الكرخ بهذا الموضوع بنحاول ما زلنا نوصل للسيد علي الإبراهيمي بخصوص هذا الموضوع وهذا الطرح. إلى أن نوصل نستمع إلى العاملين بنادي الكرخ وضعيتهم وحالهم في ظل التهديد بأنه أبواب النادي تغلق نتابع. حقيقة يعني هذه المشكلة يعني نعاني منها صار سنتين يعني احنا في عهد الوزير السابق الأستاذ محمد تميم يعني كان داعم للنادي بقوة وهو حق مشروع للنادي
بحكم ارتباطه برئاسة الوزراء يعني مجلس الوزراء ربطنا بوزارة التربية، وحالنا حال الوزارات الباقية يعني الكهرباء والصناعة والنفط، فرق النفط 6 فرق وعدها دا ينطوها مليارات. احنا ارتباطنا بالتربية يعني بأمر رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، لكن هاي سنتين احنا نعاني. السيد الوزير أمر بصرف مستحقات النادي، لكن اكو شخص مدى عرقل هذه المسألة، وكيل الوزير هو الإبراهيمي، نعم دا يعرقل مسيرة النادي ودا يوقف صرفيات النادي، وأغلب اللاعبين يعني احنا أصحاب بطولات بالسلة، أول دوري العراق وثاني بطل كأس باليد، أيضا ثاني بالدوري، وفريق القدم باقي يعني برغم الظروف الصعبة اللي عانيناها، لكن الفريق بقى وبقوة بالدوري. الناشد الوزير أن يتخذ قرار بإجراء سريع، لأنه هو أمر بصرف المستحقات، لكن احنا مدى نشوف صرف مستحقات يعني ماكو غير احنا يعني حق التظاهر لكون أصحاب حقوق نطلب وزارة التربية. راح نطالب بمظاهرة قوية ضد وكيل الوزير الإبراهيمي علي الإبراهيمي أتصور، وإحنا يعني احنا مواطنين حالنا حال باقي الوزارات ارتباطها الأندية، الزوراء صرفوا لهم مستحقاتهم مال السنة تجي يعني، فدا تشوف يعني احنا ايش عجب يعني وزارة التربية ما تصرف. مشكلتنا هاي يمكن صار سنتين ونص، يعني اكو قسم يقول لك سنتين، لا اقول لك سنتين ونص الى 3 راح نطبيها. الناشد يعني وزير التربية والناشد الوكيل الناشد المسؤولين بالتربية مدى لك اي ترحيب سواء بس وعودات اليوم وباكر الاسبوع وهالاسبوع. على سبيل المثال احنا عندنا فريق اليد اخذ الدوري واخذ الثاني على الدوري والكاس والسلة، وعندنا لقاءات ويا السيد الوزير يعني هو طالبهم شخصيا، فايضا اكو تاجيلات انه اكو عراقيل داخل وزارة التربية بخصوص نادي التربية نادي الكرخ، ما دا نعرف شنو هاي الامور. فنناشد المرة المية والاكثر الناشد وزير التربية، الناشد وكيل وزير التربية، الناشد الناس المسؤولين بالتربية، حان حال الأندية الموجودة. يعني الأندية الموجودة صح أكو فترات تتعرقل، بس الوزراء يلتفتونهم ويعدون يسددون ما بذمة الوزارة للاعبين. يعني احنا ارتباطنا قلت لك أكثر من سنتين ونص، وكله وعود اليوم وباكر. وبصراحة يعني هسه كثيرة اللاعبين اللي عندنا الموجودين بالفريق بجميع الفرق مو بس هاي، يعني حتى وضعهم المادي، لان هم رزقهم هذا رزقهم على رياضتهم ولعبتهم، فحتى يعني الامور الماديه قام يقصرون على بيوتهم. يعني اكو انا اعرف لاعبين عندنا بكره القدم انه اخذوا من شغلات اللي داخل بيتهم وقام يبيعوها حتى يسترزقون من عندها. اللي عنده ايجارات قام يعني ما يعرف، يعني هسه اكو لاعبين 3 4 5 يجون عليهم اهل الايجار يريدون ايجار، صار الاربع اشهر ما مسدد ايجاره، فهاي كلها اثرت على مسيره النادي. فنتمنى مناشده ان شاء الله بهاي الفتره يعني وزير التربيه يشوف وضعنا، والوكيل ايضا يشوف وضعنا، يشوف وضع النادي بصوره للجميع ان شاء الله. مباشره لواحد من الاراء المهمه على مستوى صحافتنا الرياضية، السيد جعفر العلوشي اللي دائما يعني يشرفنا وينورنا بتواجده ويانا باللاعب 12 وبالشرقية. سيد جعفر يعني أشكرك على تواجدك ويانا عبر التليفون، ودائما يعني نسعد بسماع رأيك خاصة في مثل هيك مواضيع، ويبدو أنه يعني موجة الآن تضرب الرياضة العراقية، الخلافات بين إدارات الأندية وبين من يرعاها من مؤسسات أو وزارات أو مديريات، وبالتالي لا نادي الكرخ ولا الزوراء هم الأول والأخير بهذه المشكلة. برأيك وين المشكلة؟ بالأنظمة الداخلية، بنظم الاستثمار، بالشخوص، وين الحلول سيد جعفر؟ مساء الخير. الله يسلمك. تحية طيبة للكادر برنامجك برنامج اللاعب. الله يسلمك. 12 صراحة يعني مشكلة نادي الكرخ يعني أصبحت مشكلة يعني مشكلة عويصة من ناحية أنه عدم تفهم وزارة التربية إلى الوضع القائم اللي يعيشه نادي الكرخ،
لو رجعنا قليلا لوجدنا ان نادي الكار هو احد الانديه المهمه في البلد. طيب. من حيث كنادي يحوي على منشآت مهمه، منشآت رياضيه مهمه، وايضا نادي يحتضن جميع الالعاب الرياضيه. وهي طبعا حالة موجودة فقط في عدة أندية قليلة في العراق. طيب. النادي حقق إنجازات كبيرة وهذا معروف، وخاصة في ألعاب السلة واليد وباقي الألعاب الأخرى اللي تمارس في هذا النادي. نادي له تاريخ كبير يستطيع أن يعمل على هذه المسميات. النادي في الأول الأخيرة ارتبط بنادي الكرخ، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء. طيب. إلا أنه هذا القرار لم يطبق يعني بصورة صحيحة. المشكلة وين سيد جعفر؟ يعني هو نادي الكرخ مثال من عدة أمثلة موجودة برياضتنا، الزوراء مشكلة مع الوزارة، وزارة النقل، الكارخ مشكلة مع وزارة التربية، الطلبة مشكلة مع وزارة التعليم العالي، بالتالي يعني وأكو تجارب أخرى بها النجف، الكارخ، الكربلاء، كل الأندية التابعة لمؤسسات، المشكلة وين؟ هل هي المشكلة بالأنظمة الداخلية، بالقوانين، قوانين الاستثمار؟ مشكلة بالشخص اللي تدير هذه العملية التوافقية ما بين الرعاية والأندية الرياضية؟ وين المشكلة سيد جعفر برأيك؟ لا أستاذ ليان، هو موضوع ارتباط الأندية أعتقد هو مو يعني حالة يعني حديثة حتى يعني قبل مدة قليلة، لا، نادي الكرخ ولا نادي نادي الطلبة طبعا أو نادي الزوراء، يعني صار يعني عدة سنوات هذا الموضوع ارتباطه، وخاصة بالنسبة لنادي الكرخ، صحيح هو يعني حديث العهد بهذا الارتباط، لكن كان هناك التزام يعني سابق في السنة الماضية من قبل وزارة التربية تجاه نادي الكرخ. طيب. وكانت هناك تفاهمات مشتركة يعني حققت المرجو في تلك المرحله. زين. لانه الحقيقه انه بتعرف انه البلد يمر بازمه ماليه حاده. طيب. وهذا ما اثر ليس فقط على الرياضه العراقيه وانما على جميع ملاحق الحياه ومنها الرياضه. الكار يعني انا باعتقادي انه وزاره التربيه او اي وزاره اخرى عندما تلتزم مع نادي، النادي سيكون يعني مطالب امام مدربيه امام لاعبيه في الايفاء في تعهداته تجاه هؤلاء، وعلى الوزارات الباقيه ان ايضا ان تفي بتعهداتها لهذا النادي. الكرخ عندما وقع عقود، عندما قام بتعيين مدربين، لاعبين، اداريين، كل هذا كان حكومية تقوم بإجراء اللازم تجاه هذه الاتفاقات أو هذه العهود أو هذه التعاقدات. طيب. إلا أن وجدنا أن وزارة التربية تملصت في الأونة الأخيرة من تعهداتها وأبقت الأمور تتأرجح بين نعم هناك دعم ونعم هناك ممكن بتعهداتنا، إلا أنه لم يحدث هذا الشيء مطلقا. إذا تجد أن نادي الكرخ على وشك أنه يغلق أبوابه تجاه الأزمة المالية الخانقة التي مرت به، لكن القرار لمن؟ القرار يعود إلى رأس الهرم. رأس الهرم هو سيد وزير التربية أو وزير التعليم العالي أو وزير النقل بالنسبة لهذه الأندية التي ذكرت أسمائها. عندما الوزير يأمر أو هناك هيئة رأي عنده لم يتخذ قرار سابقا اتجاهه لأحد الأندية إذا لم تكن هناك خطط أو هناك دراسة كاملة حول هذا الموضوع. لذا يتحمل الوزير المسؤولية المباشرة في القرار الأول والأخير، وعليه أن يكون يعني
وفيا تجاه تعهداتي، لانه هذه عوائل مرتبطه بالنسبه للمدربين وللاعبين. اكيد سيد جعفر، يعني هذا راسه الى رواتبهم، هذا اللي نتمناه احنا، هذا اللي نريده، هذه مسؤوليه. يعني الوزير، رئيس النادي، وكيل الوزير، لما يعطي كلمة أو يتفق اتفاق سواء على الورق أو مو على غير الورق، يعني لازم يكون قد كلمته. إحنا مع أنديتنا الرياضية، مع لاعبينا، مع عوائلهم، على أنه تصير أكو حالة بيها حلول، وحلول إن شاء الله دائمية لكل هذه المشاكل. سيد جعفر علاوي، كان أشكرك الشكر الجزيل على تواجدك وتواصلك ويانا اليوم باللاعب 12 وعلى رأيك، ومجموعة أخيرة من أهل النادي يحكون عن معاناتهم، نسمعهم ونرجع لكم. والله كابتن، احنا صار لنا تقريبا سنتين ما مستلمين فلوس نادي الكرخ، ودائما نطالب والناشد، وكل يوم وعود يوميه بكره، وتعرف اللاعبين حتى اهلهم دا يجون للنادي، دا يدزون، تعرف اللاعبين هسه وراء اهل وراء عشاير، وهذا من يجي يطلب 150 و75 مو شويه وتعبه. فالاداره محروجه، واحنا يعني الاداره ما بيدها حيله، يعني تعرف عقود السله واليد وهذا. فاحنا حاولنا عده مرات الناشد الوزير، ويعطونا وعود، بس ما الوعود يعني ما يوفون بها. فان شاء الله راح نطلع مظاهرات سلميه، يعني نتمنى ونترجى من الوزير يساعدنا في هذا الموقف. ما اعتقد الكره العراقيه اذا مو وزاره التربيه، وزاره النفط، وزاره الكهرباء يساعدون الكره العراقيه، لان هم الشباب، جيل المستقبل. احسن ما يتجهون غير اتجاه الكره العراقيه. تعرف من يفوز المنتخب العراقي، كل العراق يحتفل. فخلي يساعدون اللاعبين، يساعدون الأندية، حتى هذا كله مردود جيد للمنتخب العراقي. نقدر نصنع لاعبين نجوم، نقدر نصنع مستقبل زاهر للكرة العراقية من الدعم المالي. بالتأكيد أستاذ، احنا أول سبق وتكلمنا على قناتكم اللي هي توصل صوت الحق إلى معالي سيد الوزير التربية. عانى معانا هذا النادي هذا الموسم الثاني، أتصور أسوة الأندية الأخرى، دعم من قبل الوزارة، الرافد الوحيد للمنتخبات الوطنية، والكل يعلم وشارع الرياض من هو نادي الكرخ، الرافد الوحيد للمنتخبات. لو أعدد لك بالأسماء من 10 إلى 11 لاعب منتخب وطني هو تخرج من هذا اللاعب بمبالغ، يعني مبالغ قليلة جدا. فأناشد معالي وزير التربية أن يعيد النظر في هذا النادي، وكما نعلم ويوصل الحكي من الوزارة بين أمر الصرف من قبل سيد معالي الوزير، لكن المعارضة من قبل وكيل علي الإبراهيمي. فإحنا مستعدين للمظاهرة بالأيام القادمة، إذا ما صار حل هالصور راح تطلع لنا ألعاب من كرة القدم والسلة واليد والملاكمة وجميع ألعاب نادي الكرخ راح تطلع مظاهرة. فعلى سيد معالي الوزير أن يعيد النظر بهذا النادي. نتمنى دائما كل الخير لكل الرياضة العراقية، وإن شاء الله يا ربي يعني العقلاء ويتوصلون إلى حل لمشكلة نادي الكرخ، حتى لا بالمستقبل هذه التجربة تتكرر، وإن شاء الله ما تزيد وما تتكرر. حلقة اليوم أصدقائي انتهت، بكرة إن شاء الله نلتقي بنفس الموعد. دائما اللاعب 12 عبر الشرقية، إلى اللقاء.